غلبك بس استلم استلم ثواني جاني هذا ثواني بس بدي اقول لك شغله الله يستر لك حبيبي يا اخو لا حول ولا قوه الا بالله هذا شكله لزقه بس ثواني نعم حبيبي كمان السلام عليكم وعليكم السلام انا اخوك عبد الله ربابع حياك الله مربد حياك أنا الله اول مره بجي على هاي المنطقه اهلين وانا غريب على المنطقه انسرقت محفظتي وتليفوني الله يستر يا اخو بدي هالخدمه بس الله يستر لك والله الواحد يا اخو وهو انا اولادي بالدار لحالهم وجوعانين الله يحفظهم يا رب يخلي لك اياهم يا اخوك بس يعني الله يفرجها عليه علينا وعليه بدي بس هالخدمه منك لا حول ولا قوه الا بالله بس هالخدمه الله يفرجها عليه علينا وعليك يا رب يا حبيبي والله العظيم يا اخوك انا اللي من الصبح واقف على رجلي يعطيك الف عافيه يا سيدي يا اخو بس بدي هالخدمه تفضل ليش بدك اياها بس اغلبك شيل سيارتك عشان بدي اطلع انت مسكر علي انا من عيوني الثنتين لا بسيطة حبيبي حقك على راسي أسعجنات. الله يسعدك يعطيك الف عافية حبيبي 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 زلم محترم انت على راسي انا اسف والله حقك علي بسم الله عيب والله هيك حسابك زاد تعال استني عندي دوام مش مشكلة اسمع بلاقي معك 3-4000 ليرة 3-4000 ليرة يا عمو شو اللي بتحكي فيه انا راتبي بكفينيش اشوف واحد مقرش انت ابن ابو رامي صح طب شو رايك تقول لابوك سد اللي عليه شو دخلني ابوي هاي قصص ابوي شو دخلك انت ابنه طيب هو احكي معه اشتري لك شيء بدكش تسد اشتري لك شيء لا بديش اشتري وعيش اللي بجيبتك اخذ غير اللي بجيبتك بعدين اخذ شو هي شو بدكش منظفات لا شو بدي انظف انا لا بعرف شو انظف جلي مين وش صار بتجيني شو الخطن خطن لا بديش طن طن مريح مسجل بالجيم وبتروح اشمت شو بعرفك مسجل بالجيم كلنا بنعرف كل الحركات ترد من تروح لانه مختلط مش مشان الرياضه والهاي طب بروح بس بدي اروح انا هسه عندي دوام لازم اروح الدوام اشتري لك شيء لا بديش اشتري ما بديش وانا بدبر لك عذر طبي للدوام خلص تروحش لا لازم اروح اليوم باي عذر طبي بدك اياه مشروع كيف طيب خلص روح توكل على الله على الدوام ورجع اللي بجيبتك على الرفه سجلهم على ابوي على الدفتر الحقوا كمل لي هي الحقوا لا بتلحقوا انا اقول لك لو ايش انت مش راح تستفيد لا بتسد ولا بتساوي نزل تعال هون تعال على رقبتي تعال خلص عمو تاسف الله خلينا الحقوا لا تلحقوش بدي اقول لك عن فكره مشروع استثماري مش عمو ان شاء الله خلينا الحقوا خلنا اقول اسولف لك احسن اي وحده تبعت الخيمه لا وحده ثانيه طيب طقت ببالي فكره عمله الكترونيه اسمها فاذر اوف هابي توكنز ومدوفرد يا عمو مدوفرد طب مدوفرد بالدكان يا حرام استثمر بالدكان اوت اوف ذا بوكس اوت اوف ذا بوكس ممتازه اوت اوف ذا بوكس هذا الاسم حلو حلو كثير مش عاجبتك الدكان يا اساسا لا بالعكس ايه انا بقول لك اني مستثمر فيك صار لي 20 سنه عمو انت لما قابلتك وقلت لك وين شايف حالك بعد 5 سنين شو جاوبتني انت ناس يعني انه بنفس الدكان هذا انت ما كنت بتمزح لزقت انا بحب يعني بحب اكون عندك مو شوف مستقبلك انا مستقبلي هون هي الحمد لله بتقوم في طلبيه زيت زيتي بترتبها على الرفوف لونها زيتي مش لونه زيتي زيت زيتي زيت زيتك اذا مش زيتي زيت اسمه زيتي زيتي انا قوم رتب الرفوف وانت ساكت في طلبيه طن الصياد هذا زيتي طيب بدك اخذ ارتب الرفوف بتشيلهن بتمسح بترجع بترتبها وفي 3-4 كراتين طن الصياد غير هذول اللي على الرفوف وما تحطش بجيبتك بلقطك انت لما تحط علبتين بجيبتك كل مره منظفات الجزيره برضو بزاويه 45 بترتبهن على الرفوف قوم بسرعه عند الثلاجات هات زيت مين؟ زيتي رجعنا الخطة على السريع الناس دخلوا على الجماعة شباب أنا رجع الخطة يلا التجمع راح يكون مجمع 9 بوسط البلد شباب راح نأخذ سيارتي برغي راح تقعد ورا على اليمين زرادي جنبي عليك الأغاني زبطنا إبراهيم أنت ورا على الشمال ومعك البضاعة أوكي وأنا معي كل أسلحتكم الناس العصابة الثانية تشوف الأسلحة تخاف وتنعجك نصف السيارة برا بننزل على الكراج العصابة الثانية بتكون تستنانا تحت ومعهم المصاري نحكي السلام عليكم أنت بتعطيهم البضاعة أنا بأخذ منهم المصاري هوب يبوب بتيجي الشرطة بتأخذكم وأنا بهرب بالمصاري يلا يا إخوان جاهزين جاهزين شو قلت شو قال الخطة
عيد 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 زين ركز يا اخوان ركزوا ما معنا وقت شباب نعرف انه التجمع راح يكون مجمع 9 بوسط البلد تمام راح ناخذ سيارتي برغي راح تقعد ورا على اليمين زرديه راح تقعد جنبي على الشمال وعليك الاغاني انت ورا على الشمال ومعك البضاعه اوكي معك كل اسلحتكم الناس العصابه الثانيه تشوف الاسلحه تخاف وتنحجب نصف السياره برا بننزل على الكراج العصابه الثانيه بتكون مستنانا هناك ومعهم المصاري ابراهيم تعطيهم البضاعه انا باخذ منهم المصاري وبتحكوا يلا سلام هوب يا بوب هوب يا بوب تيجي الشرطه بتاخذكم هوب يا بوب انا بهرب بالمصاري يلا يا اخوان جاهزين جاهزين يا اخوان اسمعوا ركزوا إيه انت اللي اسمع ركز يا اخوان اسمعوا اسمعوا ركزوا عيد 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 عيدوا معلش عيد معلش يا اخوان عيد اسمعوا خلينا نعيد هالمره يلا التجمع راح يكون مش من هون من قدام طيب بتسلموني اسلحتكم تفضل خليها بلا بعدين نصف السياره برا ننزل على الكراج العصابه الثانيه بتكون تستنانا تحت ومعهم المصاري انت بتعطيهم البضاعه انا باخذ منهم المصاري هوب يا بوب هوب يا بوب تحكوا سلام هوب يا بوب هوب يا بوب انا باخذ منهم المصاري هوب يا بوب تيجي الشرطه بتاخذكم يلا يا اخوان جاهزين جاهزين بالله عليكم ركزوا سمعتوا شو قال دقيقه انت بدك تجامل بتكون خايف لا تكون لا مش خايف يا اخوان اسمعوا ليش تسمع اسمع هو الاتيتود هذا والله ما راح ينفع معنا ما بينفع خلينا ايجابيين شباب ايجابيين نو نيجاتيف نو طيب عيد طيب وركزوا طيب انا بدي اركز معه 100% ركز التجمع راح يكون مجمع 9 بوسط البلد تمام راح ناخذ سيارتي برغي راح تقعد ورا على اليمين زراديه جنبي على الشمال عليك كل الاغاني ابراهيم انت ورا على الشمال ومعك البضاعه انتوا بتعطوني اسلحتكم عشان العصابه الثانيه ما تشوف الاسلحه تخاف وتنعجب بنصف برا ننزل على الكراج العصابه الثانيه بتكون تستنانا تحت ومعهم المصاري انت بتعطيهم البضاعه انا باخذ منهم المصاري هوب يا بوب هوب يا بوب تحكوا سلام هوب يا بوب هوب يا بوب انا باخذ المصاري هوب يا بوب هوب يا بوب تيجي الشرطه بتاخذكم يلا يا اخوان جاهزين جاهزين استنى 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 الحمد لله مصحصحين شو مالكم؟ ها؟ انت بدك تقعد قدام سيارة الشرطة عشان هيك واغانيك مش حلوة بالمرة هو مسؤول الاغاني وبس وخلص انا كنت مفكر مجوبن طلع له بده يقعد قدام لا لا هو مجوبن لا هو مجوبن بده اغاني والله انك هذا زقط زقط انا الزقرط بزقط انا ما عندي الو الشرطة؟ أنا قائد العملية بمجمع 9 بوسط البلد هوب يا بوب هوب يا بوب تعالوا امسكونا جاهزين؟ جاهزين أنا المحامي صغول أنت ودي ودو كنت بتعرفوا في لك حقوق؟ هيك القانون بيقول وأنا كمان هيك بقول الكل مليح حتى تثبت إدانته أنا عندي تيم محامي جيش وعندي قضيتك محلولة لأني المحامي صغول بتر كول صغول سلام استاذ معلش حقك علي استاذ حقك علي بس يعني موكلين كثار ومطوبين مش مشكله مش مشكله حصل خير لحقت حصل خير استاذ استاذ قضيتك محلوله تفضل تفضل انا دستك الاتي انت ها دستك الاتي قصه انا رحت مع الاستاذ محل اواعي فاخر جدا 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 وسرقت بنطلون غالي جدا 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 ايوه فاستاذ بتعرف الواحد لما يسرق شو بيصير بيسمع الخيط ها بيسمع الخيط، أنا سمعت الخيط وتويتها أستاذ تويتها فليت منهم ها وعلى سرعته أستاذ فقدت السيطرة كان وراي خمس سكورتي طلعت عليهم هيك سكورتي وراي لفيت وذي ولا في سكورتي قبالي السكورتي الحقوق خبط بالسكوريت ضربت السكوريت طاروا اثنين أستاذ وهسا المحل الفاخر زبدا 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 مجرف علي زي السرقة محل عالمي وأنا مش سراق أستاذ لا يا جماعة بالله شو سراق أنا مش سراق قضيتك محلولة أستاذ فعندي شركة محاماة هذا المحل قويين جدا 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 عالمية جدا طبيعي بدي حل استاذ الحل موجود اخوي ولا يهمك سمعتي يا استاذ سمعتك بالحفظ والصون اخوي سمعتي مهمة يا استاذ بالحفظ والصون اقول لك خلاص حل موجود ما عليك طب شو الخطة استاذ هسه شو؟ الخطة الخطة استاذ الخطة دخلك سيجارة الله يسعدك استاذ دخلك سيجارة ما بدخنس حرام اللي بدخل الخطة والله ما انا عارف الخطة شوف سي الخطة موجودة أنا ترى بسلم قضايا مشابهة لقضيتك. أنا بقيت عايش بأوروبا وبسلم قضايا كثير مشابهة. أنا الشركات العالمية كانت ترد مني رج، رج رج. بلش فيهم، أنا جنبه طرف. وآخذ قضية وأكسبها، آخذ قضية وأكسبها. شو بدك أنت؟ موجود موجود، الحلول موجودة كبيرة يا زلمة. هسه شو الحل عندي أستاذ؟ الحل؟ موجود يا أخو، موجود الحل موجود. الحل موجود. وين بقيت؟ بالمحل أستاذ. بالمحل، والمحل هذا تخليت منه مظبوط ولا بس بالسكيورتي بالسكوريت بالسكوريت السكوريتي كان وراي السكوريت للمحل تابع
استاذ للمحل. هو باب المحل استاذ. خلاص يا زلمه باب المحل يعني. خلاص يا زلمه شو بدك انت؟ شوف سيدي حسب قانون التسوق الدولي ماده جيم على 2006 هاي بتقول لك اذا اي زبون تاذى من جزء من اجزاء المحل بابا الحق له التعويض. وانت بحق لك التعويض سيدي. يم اذا رفعنا عليهم قضيه وكسبناها بيطلع لنا ابو 12000. ممتاز. 12000 ليره صافي لي هذول؟ الك صافيات هلا زلمه. لا يا استاذ لا لا المصاري بس كل شيء يا استاذ. السمعه اهم. زمالك يا زلمه. لا انا سمعتي اهم من كل المصاري. يا زلمه بقول لك جيبتك صغيره اعتبرها. برضو يا استاذ. يا زلمه 12 حلوات تصلح اسنانك فيهن وتحطهم مع سياره مثلا. لا يا استاذ لا لا يا استاذ انا سمعتي اهم من كل المصاري. اذا سمعتك محفوظه بقول لك. سمعتي بس بعوضات كل مصاري. اذا محفوظه بحفظ الصوم بقول لك. يا استاذ في سرقه في قد سرقه راح يكون علي. يا عمي ماليش والله رايح كل شيء راح يروح. سمعه بتروح ترزع بترزع بترزع السمعه. حلاوه بجيبتك الصغيره. السرقه بتروح. بتروح. انا بصير كلين شيت. كلين شيت اه كلين شيت اه كلين شيت اه كلين على مسؤوليتك. على مسؤوليتي يا زلمه اه مسؤوليتي مسؤوليتي شو بدك انت؟ أو تقفي أستاذ أو تقفي خلاص شوف سيدي هتجيب المحامين تبعي رح يبلا شو يعملوا قائمة ادعاء ويبلا شو يعملوا أدلة جرمية وشو بدك هالسلالة أنت وقع على الوكالة هون لو سمحت وقع عليها قلم مبروك إنك كسبت القضية هذا أقول لك كسبت خمسة يا زلمة بس يا أستاذ بالله عليك دقيق على تيم المحامين عندك أنا ما بحل فيه بنت ذب لا يا زلمة أعوذ بالله يا زلمة بس يعني سلام ردنا على الحرام أستاذ لا يا زلمة أعوذ بالله يا زلمة مالك يا زلمة تفضل أستاذ اسمع بس يا سلامة خيرك تناولنا بدل أنا أتعافي مسامحك بهن ها ناولنا 2000 ليرة للمحامي. شو استاذ؟ 20 ليرة 20 ليرة مرة واحدة استاذ؟ كمان الوضع استاذ ما انت اعطيني دفعة منهن بدك فيه فاتورة؟ لا بدك غير فواتير استاذ فيه فاتورة بدي اثبت على حالي سي شوف 10 ليرات و20 قرش 10 ليرات 10؟ 10 هاد ناولنا 10 وخلينا تاس؟ تاس تاس؟ يا زلمة والله استاذ انا بدي اتفلك العشرين كاملة بس يعني الوضع متحمس انت شايف يعني نترك مناطيل قبل لا تبيع البنطلون تناولنا استاذ بس بالله عليك مضمون الوضع 100% كلين شيت سرقه ما فيش شيء توكل على مصاري و12000 يلا الله يرضى عليك توكل على الله يعطيك العافيه استاذ والله يسامحك راح سمعتي يا زلمه خلص 10 ليرات تعونك تاخذني يا زلمه خلص حالي يا زلمه محلوله محلوله